السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إضاءة جديدة حول أهم قواعد وقوانين تسجيل الأعضاء. وقبل ذلك أيها الأحبة الكرام، لا بد من تبيان بأنه لا يوجد أي وثيقة رسمية في الشركة للإشارة إلى قوانين الكفالة أو تسجيل الأعضاء، إنما يوجد قوانين وأنظمة التوزيع. الأمر الثاني، عندما تحصل أو يحصل أي نزاع في مسألة تسجيل الأعضاء فإنه يحل حالة بحالة، يعني كيس باي كيس، من قبل الإدارة، من قبل إدارة دبي، ثم ترفع هذه الحالة إلى السيد جيجيت المدير الدولي للتسويق، فيبت بها وترفع إلى الممبر سكشن بماليزيا، قسم الأفراد أو الأعضاء أو الموزعين، ليتم الموافقة النهائية. وحسب ما يرتئيه هذا القسم، لكن في غالب الحالات يؤخذ برأي السيد جيجيت المدير الدولي للتسويق. الحالات يا أخواني متنوعة وعديدة، لكن سأضيء أهم هذه القواعد. أولا، يمنع تغيير العضوية سارية المفعول من فريق لآخر منعا باتا، إلا في حالات خاصة جدا استثنائية يتم الموافقة عليها من القسم المذكور. ثانيا، يمنع تسجيل عضوية لأحد الزوجين في فريق آخر غير فريق الزوج، بمعنى أنني بفريق فيمنع أن تسجل زوجتي أو تقنع زوجتي بالتسجيل مع فريق آخر. رقم ثلاثة، أجعله كمثال. مثلا العضو ألف حاول واقترب من المرشح، يعني المستقطب، واستمر بتقديم المنتجات. فرضا له، قدم له القهوة، قدم له معجون الأسنان، لكن لم يكلمه أبدا ليكون عضو مع دي اكس ان ويستفيد من الفرصة. جاء العضو باء وكلم نفس المستقطب أو المرشح عن فرصة العمل ودعاه لعضوية دي اكس ان، فأصبح عضو معه. بهذه الحالة لا يحق للعضو ألف المطالبة بالمرشح، لأنه لم ينجح بالاستفادة من الفرصة وجعله عضو معه. إذن هنا يجب أن نفرق بين الاستهلاك وعضوية دي اكس ان البزنس. رابعا، حالة أخرى، إذا كان العضو ألف مثلا اقترب من المستقطب أو المرشح، شرح له فرصة دي اكس ان، لكن المرشح لم يقتنع بكلامه. جاء العضو باء وكلم نفس المرشح عن فرصة العمل ودعاه لعضوية دي اكس ان، فاقتنع المرشح بكلامه وانضم تحت فريقه. في هذه الحالة لا يحق للعضو ألف المطالبة بالمرشح، لأنه لم ينجح بإقناعه بالانضمام للفرصة، بينما استطاع العضو باء ذلك. رقم خمسة، العضو ألف مثلا تكلم للمستقطب أو المرشح، شرح له العضوية، عضوية دي اكس ان، وقام المرشح بزيارة مكتب الشركة بغرض الانضمام لعضوية الشركة تحت هذا العضو ألف. العضو باء قابل المرشح وأغراه بالتسجيل معه بدل العضو ألف. بهذه الحالة يحق للعضو ألف المطالبة بالمرشح، لأنه هو من دعاه وأقنعه بالحضور للمكتب أو لمركز دي اكس ان. لذلك إذا كنت أنت سببا في زيارة الشخص إلى المكتب بنية التسجيل
أصبح من حقك، أصبحت أنت السبونسر تبعه أو الكفيل. وكذا مثل هذه الحالة، لو أحد مثلا رأى إعلان صاحبه وضع كل بياناته، وضع العضوية، وضع رقم الهاتف، ووضع بيانات، واقتنع شخص من هذا مثلا موقع التواصل الاجتماعي وذهب للمركز بنية التسجيل، فهذا الشخص حق لصاحب هذا الإعلان في التواصل الاجتماعي انستغرام ولا فيسبوك، لأنه يعني كان يعمل باحتراف، وضع رقم عضويته ووضع رقم تليفونه وتكلم عن المنتجات بطريقة صحيحة. لكن إذا والله معلومة عابرة كانت في الانستغرام وشخص بدأ يبحث وذهب إلى المكتب، لا يعتبر ذلك الشخص هو من أقنعه وهو من دعاه إلى تسجيل العضوية، وذلك الشخص مجرد رمى معلومة في مراكز التواصل الاجتماعي بدون ما يشير إلى أي شيء، لا نظام العضويات ولا وضع تليفونه. إذن الفيصل أيها الأحبة الكرام في المسألة هو الإقناع، أن تقنع الشخص، لا أن تدعوه ثم يذهب، ولا تدعوه ما اقتنع معك وجاء بعد فترة شخص آخر أقنعه، ما يكون والله حجر لك أو تم حجزه من قبلك بمجرد إرسال رسالة له قبل سنة أو سنتين، أو والله كلمته. إذا استطعت إقناعه وذهب إلى المركز بنية التسجيل معك، ففعلا نعم أنت السبونسر الكفيل له. شكرا، جزاكم الله خيرا. وأيضا أود أن أشير بأن ما تكلمت به هو بالاتفاق مع إدارة دبي، يعني تم الجلوس معهم ومناقشة هذه المسائل. تحياتي لكم، محدثكم محمود المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني، أحببت أن أسلط الضوء قليلا على الحالة الرابعة من القوانين التي تكلمنا عنها وقواعد يعني تسجيل العضويات. نحن قلنا في هذه الحالة أنه لو كان العضو ألف مثلا دعا المستقطب أو المرشح، دعاه ولكن لم يقتنع منه، وجاء بعد فترة شخص استطاع، عضو باء، استطاع أن يقنع هذا المرشح أو المستقطب، وبالتالي لا يحق للعضو ألف أنه والله يطالب بعضويته لأنه العضو باء هو أقنعه. لكن هنا يا أخواني لابد أن ننتبه إلى أمور كثيرة. أولا، نحن لماذا في صناعة الـMLM البيع المباشر مطلوب منا أن نتقن فنون الإقناع والرد على الاعتراضات وتطوير المهارات؟ وهي صناعة مهمة جدا، المطلوب منا حتى ننجح في الاستقطاب، حتى ننجح في هذه الصناعة، حتى ننجح في ضم الأعضاء. لذلك الذي يتعب على نفسه ورصيده بيشتغل على حاله، فهذا له الأحقية بأنه هو يستطيع أنه إن شاء الله تعالى ينجح أكثر من غيره. لكن ما قصدنا يا أخواني أننا يعني موضوع الإقناع أنه يعني نهضم حق الناس البسطاء أو العاديين أو ما عندهم مهارات، لا أبدا أبدا، هذا الحق مشروع للكل. بمعنى أنني أنا مثلا لا أملك مهارات إقناع وما عندي خبرة كبيرة، أو مثلا والله كبير بالعمر، أو إلى آخره، أو امرأة مثلا والله ربت منزل لكن تكلمت إلى هذا العضو أو تكلمت إلى هذا العضو واستطعت أنك أنت يعني تلفت انتباهه، ويعني يأتي إلى المركز فقابلوا مدرب كبير محاضر وأعطاه وأقنعه 100%، فهذا من حق هذا العضو الذي جاء به وليس من حق المدرب الكبير اللي أقنعه. يعني بمجرد أنك لفت انتباه الشخص إلى المنتجات وجاء إلى المركز وأقنعه أحد آخر في المركز، أنت الآن هذا حقك وليس حق اللي أقنعه. نحن فقط قصدنا الحالة التالية، بمعنى أنه أنا والله ما أملك أي شيء، ولا مهتم بدي إكس إن، ولا مهتم بالمنتجات، ولا أعرف أتحدث عنها ولا عن فوائدها، والله صادفت أحد من الناس وقلت له والله في شركة دي إكس إن مثلا عندها منتجات، وهكذا كلمة عابرة. طيب، وهذا الشخص سألني ما أستطيع أجاوبه، ولا أعرف عن أتكلم عن منتجات ولا عن الشركة. طيب، هذا الشخص ما لفت انتباه ولا يعني كما يقال فهم عليك، فترى ما انتبه ولا أصلا أخذ الموضوع ولا شاله من أرضه كما نقول.
طيب بعد شهرين ثلاثة، بعد حتى بعد أسبوع ولنفرض، قابلوا أحد متمكن وإجا وقال له والله في شركة منتجاتها كذا وعندها منتجات صحية مفيدة وتستفيد ماليا و و و إلى آخره، فلفت انتباهه وأقنعه. هل نقول والله في واحد كلمه من شهر شهرين بشكل عابر، لا لازم يروح يسجل مع هذاك؟ لا يا أخواني، ما أحد يقول، حتى ما يقبلها العقل. العقل يقبل انك انت دخلت في صناعة يجب ان تتقنها، يجب ان تفهمها. طيب لكن البسيط واللي ما عنده قدرة والمصر، حاول على الشخص تجيبه او تخلي شخص يقنعه، تعطيه تليفون احد، تحاول تجيبه على المركز. يعني انت تتكلم عن المنتجات بالحد الادنى، يعني يجد شخص عندك روحية الاقناع، يجد الشخص عندك رغبة، يجد الشخص عندك اقتناع، لغة جسدك تكون صحيحة لو ما عندك مهارات الإقناع، وبالتالي تجيب هذا الشخص على المركز، تخلي شخص يكلمه، تلفت انتباهه، وبالتالي يكون من حقك. ما نقول والله لا معناته بس اللي يعرف يتكلم بينجح بهذه الصناعة، لا، لكن نحن كمان ما بدنا يعني والله واحد ما مهتم بالفرصة ولا مهتم بالموضوع ومجرد يبعث رسائل للناس أو يكلمهم والله بتليفون والله كلمتين ثلاثة معناته يحجز الدنيا كلها، وبالتالي كل الناس أنا مكلم هم قبل، كما يفعل بعض الناس ويبعث رسائل من سنة. لما يسجل شخص مع واحد ثاني، لا أنا بعت له رسالة، ما يقبل فيها المنطق والعقل يا أخواني. الموضوع لابد أن نتعلم مهارات الإقناع، لابد أن نتعلم مهارات الاستقطاب، لابد يكون عندنا يعني صدق في لغة الجسد لما نتكلم مع الناس، نكون مجربين للمنتجات، مستفيدين من المنتجات، وبالتالي المستمع بيحس انك انت صادق بهالفرصة. لو ما عندك الخبرة بالاقناع، بس حاول تجيب هذا الشخص، تدله على شخص قوي يفيده، تخليه يحضر محاضرة، تساعده انه يقرأ عن الشركة من موقعها بمنتجات الشركة، وبالتالي يكون من حقك، انت ساهمت اصلا في وصوله الى المركز، انت ساهمت في تقبل الفكرة، ساهمت بانه يدخل على المواقع ويقرأ عن الشركة، بالتالي هكذا يكون من حقك. أرجو أن يكون يعني هذا التوضيح، لأنه جاءني كثير من الاستفسارات، وبعض الأخوة يعني يجد أنه لا لازم الواحد خلاص أي واحد بيكلم واحد معناته هو بيكون من حقه، ما في داعي يقنعه. فأحببت أن أضيف هذه الإضافة، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. محمود المصري.